طبعا يا كابتن، يعني انا يعني النادي الاهلي الموضوع ده بيعاني منه من الموسم اللي فات، رغم ان احنا خدنا خمس الافضل بطولات تهديفيا اه والافضل تهديفيا وخدنا بكل خمس حاجه. بطولات. مستر كارل الواحد بيشيد بيه من الموسم اللي فات عشان راجل مدير فني ومدرب كويس جدا، والدليل اللي هو جه ما لقاش راس حربه موجود. كان حسام حسن ما كانش موفق في الفتره اللي هو جه فيها، دخل كهربا لعب تسعه وهو اصلا ما بيلعبش تسعه ولا بيلعب سترايكر، وخلاه بيعرف يتحرك وبيعرف يقف بين الاثنين المساكين، بيروح على الجون كتير. حته اللي الواحد بيضيع فرص كتير دي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه، يعني انا شايفها لما اكون راس حربه بضيع بس في الاخر بكسب، وحضرتك زي ما بتقول احنا اعلى اهداف الموسم اللي فات بعد الخمس بطولات ولغايه اللي دلوقتي بتاخده برضه لحد دلوقتي. بس الناس من يعني بيتكلموا على اداره الفرص عشان الاهلي في بدايه الموسم البطولتين اللي خرجنا منهم السوبر والدوري الافريقي، الناس ابتدت تركز ده اهدار فرص، ده احنا رايحين. لا، وحتى برضو مباراة فلومينينزي مثلا ان انت ضيعت جول كتير، يعني انت اه اتغلبت طبعا 2-0 في اه النهاية طبعا ولكن ضيعت جول كتير. فهو فانا بقول لحضرتك انا شايف الراجل رغم الكلام اللي كان بيتقال عليه الفترة اللي فاتت من بداية الموسم بعد البطولتين اللي ما خدناهاش دومت، انا كنت شايف الراجل، انا اسف في الكلمة، خلى الناس كلها محدش يرد دلوقتي ليه، عشان هو الراجل ده شغال صح. والدليل اللي هو كان بيفكر في كأس العالم للأندية من بداية الموسم، من بداية ماتش السوبر اللي هو كان في صحيح السعودية، صح، وكان بيقول للعيبه والدليل كده اللي هو كان البطوله الاهم عندنا. ايوه هو الراجل حاطط في البطولة دي بطولة عالمية ومتشافة وعاوز يعمل خد حاجة بالك هو بالنسبه له برضو طبعا كمدير فني ان هو بس بطل تاني الدوري مرة وتاني السنه اللي سنة فاتت رابع والسنه دي ثالث. وكاسيفيلي حاجة كويسة، والدليل الروتيشن والحاجات اللي هو كان بيعملها. اه جينا في الدوري وقف في سيراميكا الأداء ما كماتش كانش صعب. أحسن حاجة وكسبنا، جينا المقاولين برضو الأداء ما كان، رحنا الجونة تعادلنا، سموحة تعادلنا صحيح الماتشين، هو ده اللي خلى ايه. بس هو الراجل برضو كان تفكيره، وانا كان وانا كنت في يعني في كام برنامج كده قلت لهم النادي في اللعيبة دلوقتي انا شايف تركيزك طبيعي في كله في كاس الكورة العالم. وكابتن اسلام وفي التدريب في علم التدريب هتوصل للطب بتاعك فنيا وبدنيا انت هتقدر تمشي عليه قد ايه. اللعيبه دي كلها الموسم اللي فات خمس بطولات رتم واحد طول السيزون، صحيح هو جاء كل المجموعه جالهم الدروب في بدايه السيزون وده بخساره طبيعي. السوبر، وده طبيعي في الكوره والناس كلها عارفه كده. فانا شايف ان الراجل رد على الناس كلها بكاس العالم بالاداء اللي اتعمل. ماتش سيراميكا على فكره، ماتش سيراميكا كان مباراه صعبه جدا جدا وتكتيكيا بقى في ايوه، الملعب ليه كمان. سيراميكا من الانديه اللي موجوده في الدوري دلوقتي، انا متابع الدوري كله الكيرف بتاعهم في الطالع، يعني في بدايه السيزون هايلين. ما كانوش هم بقالهم خمس ست مباريات لا، وفرقه وسكوات لعيبه كويس جدا ومحافظ عليهم بقالهم فتره. فانا شايف المباراه امبارح كويسه مع كاس العالم، يرجع ان شاء الله بس يكمل هياخد بقى في بقى شهر افريقيا ونص ولا فيها ان شاء الله اه ربنا يكرم بالظبط منتخبنا ونصل المنتخب للمباراه الاول النهائيه، وبعدين ساعتها يرجع يبقى تبدا في الكلام المباراه دي مختلف. انا بس